وحديث اقتصادي عن طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، حيث ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشرفة على برنامج الطروحات. وبحسب مخرجات الاجتماع فإن المرحلة الأولى من البرنامج من المقرر أن تبدأ من شهر يونيو المقبل حتى مطلع عام 2019، وتستهدف أيضا طرح حصص المال العام في 4 أو 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة، على أن تتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها ما بين 15 إلى 18 مليار جنيه. من جهته أيضا أكد مهندس شريف إسماعيل أن برنامج الطروحات يستهدف تنشيط البورصات إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة الشركات. هنفهم أكثر ونتابع معكم أيضا هذه القصة مع الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك معنا دكتور. وأولا، ما هي الخطة المتعلقة بطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية؟ هل هناك خطة على مراحل أم ماذا؟ طبعا بكل تأكيد، بعد طبعا تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك الكرام، واسمح لي ان بقول لك كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب يا فندم، صحة وسلامة. طبعا في خطة موضوعة، الخطة موضوعة لطرح حوالي 23 شركة. الشركات دي يعني محققة نجاحات الحمد لله، ومحققة ايرادات وارباح جيدة على مدار العامين القادمين، العامين الماليين اللي هو عام 2018 2019 و 2019 2020، يمكن يمتد الوقت لأكثر من ذلك، ده وفق البرامج ووفق حسب الطلب اللي يعني مطلوب من المستثمرين. الشركات حوالي 23 شركة زي ما قلت لحضرتك، في حدود ما بين 24 ل 26 شهر ده وفق الآليات اللي قالت عليها الحكومة، هيتم طرح الشركات بتوسط من 10% شرايح يعني كقيمة من الشركات حتى 25 أو 30%. طبعا ده على خلفية النهاردة اللي هو إعداد الموازنة، وحضرتك أكيد وكل مشاهدينك يعلموا إن الموازنة العامة للدولة في مراحلها الأخيرة في المناقشة داخل البرلمان، حتى ترفع للسيد رئيس الجمهورية لاعتمادها الشهر القادم إن شاء الله اللي هو شهر يونيو. هيوافق عملين مهمين، أولا اعتماد الموازنة، الشق الثاني اللي هو عدد من الطروحات. الدولة هتطرح عدد من الشركات، قدرها النهاردة دولة رئيس الوزراء ما بين 4 ل 6 شركات. أنا في توقعي إن هو اعتبارا من بعد العيد إن شاء الله هيكون في أول شركة من الشركات اللي هي يا إما بتروكيماويات أو بترول. بين الشركات دي هناك حديث عن شركة أمبي، لأنه وافقت وزارة البترول في مارس على طرحها في البورصة بنسبة 24%. مظبوط، لأن الشركات يا فندم بيبقى عليها الطلب الخارجي من المستثمرين. مصر بتتعشم دائما إن تكون طرحها للشركات بتجذب عاملين مهمين، أولا المستثمر الأجنبي، ثانيا العملة الأجنبية اللي هتخش لمصر. أعتقد ده هيكون محقق نجاح إذا فعلا طرحت شركة إنبي للبترول، أو إذا كان في الجهاز المصرفي زي ما كانوا قايلين بنك القاهرة. نعم، طيب عشان الجمهور العادي يفهم أيضا يا دكتور أهمية طرح الشركات الحكومية في البورصة، خاصة أنه هذه الفكرة كانت مخيفة إلى حد كبير في أوقات سابقة، أهمية ده، ما الذي سيضيف ذلك للشركات والقطاع الحكومي عمد؟ شوف، أولا في أمرين هامين، الدولة بتطرح عدد من الشركات للقطاع العريض أو للقاعدة العامة أو للمساهمين أو للمستثمرين، أو بنسميها توسيع قاعدة الملكية. يعني الحكومة بتمتلك مثلا 80 أو 90% من الشركة، فبتطرح 20 أو 30% للقاعدة العريضة لإعادة توزيع هيكل الملكية. يعني هتوسع قاعدة الملكية، يعني إيه؟ يعني في مستثمرين جداد هيقدروا يخشوا يشتروا، أو بقى مصريين أو عرب أو أجانب. نمرة واحد، النهاردة هتحصل على أموال تضخها في الموازنة العامة للدولة. نمرة اتنين، النهاردة ممكن الشركات دي تستفيد بإن هي ترفع رأس مالها والتوسع في العديد من الأنشطة. نمرة ثلاثة، وده اللي بيهمني بقى، إن المستثمرين الجداد دول بيخشوا بفكر جديد، باستراتيجيات جديدة، بتكنولوجيا جديدة. الشركات دي تقدر النهاردة تعيد تطوير نفسها، تعمل إعادة هيكلة، تقدر تحد من عمليات التنافسية، أو تقدر تزيد من عمليات التنافسية في بعض من المجالات وتحد من عمليات التنافسية. يعني إيه؟ يعني تقدر تكون مسيطرة على بعض من الأسواق.
الامور دي كلها النهارده بتختلف من قطاع لقطاع او من شركه لشركه. نعم. المسمى يا فندم اللي هو اللي كان حضرتك بتذكره اصل الخصخصه، الخصخصه هو التشغيل الصحيح هو اللي بيعني الامر. ولكن مش عمليه المبيع البيع 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 على طول كان زي وفق الامور الماضيه. نعم. لكن لو مواطن برضو بسيط بيسمع وبيسأل، طب ماذا لو تعرضت مثلا هذه الشركات لخسارة في البورصة؟ طبعا أتفهم أنه هذه عملية اقتصادية طبعا معقدة وليست ربما بهذا الطرح الساذج، لكنه لو مواطن بيسمع وبيقول طب افرض خسرت هذه الشركات في البورصة المصرية. طب اسمح لي، لا هو ما فيش حاجة اسمها خسارة، هو في حاجة اسمها تقييم، بترتفع الشركة وفق تقييم المستثمر. يعني خفضت أسهمها، انخفضت اسهمها وارتفعت اسهمها، دي بتسميها معدلات دوران. يعني النهارده تقييمك للشركه فبتزيد من عمليه الشراء، تقييمك للشركه برضو في رغبتك للبيع فبتقلل من حجم البيع او الشراء. ده توازنات عمليه عرض وطلب يوميا، زيها زي الذهب، زيها زي البترول، دي قوه شرائيه بتخش او قوه مبيعات ما بتخش منها. اسمح لي، الشركه ليها اصول، الشركه ليها كيان، الشركة لها إدارة. تقييم المستثمر في البورصة هذا ما بيختلف ما بين يعني واحد وواحد تاني. هذا الأمر بيهمنا في أن النهاردة هيحسن من الشركات دي ليه رغبة المساهمين أيضا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر، أيضا شكرا الخبير الاقتصادي، تعليقا على خطة طرح أيضا شركات مصرية بالبورصة من يونيو في خطة تستهدف جمع 18 مليار جنيه، ومصر تطرح أيضا من 4 ل 6 شركات بالبورصة المصرية.